السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم، قناة مرحبا حلو الأخت سمية. راح اليوم ندير معكم حلوة لي سيجار بالقطايف، لكن القطايف راح نديرهم في الحشو، ما راحش نغلفو بهم لي سيجار تاعنا. أولا كمرحلة أولى عندي هنايا سيجارات تاع غوفريت يتباعوا هكا في المحلات، كان علبة صغيرة علبة كبيرة تي وماركي حبة، كان يعني اللي يبيعهم بالحبة. عندي هنايا شوكولا الطلاء بات اتارتيني، اي نوعية عندك. كمرحلة اولى كما راكم تشوفوا عندي هنايا لي سيكار كبار بزاف، كون راح نقسمهم على 2، السيجاره راح تجيني صغيره ولهذا راح نحي منهم فقط شويه، راح نديرهم بهذا الحجم بهذه الطريقه غير بلاتي ونقسم. اذا كان عندك بقالك هذا هذا اللانصاص تقدري تعمري بهم الشوكولا وتحطيهم بهذا الشكل. دوك تشوفوا معايا انا نكمل كامل نقطع لي سيجار تاعي بهذا الشكل ونرجع لكم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا بعد ما قصيت لي سيجار تاعي راح نعمرهم بالشوكولا. شوفوا واش درت، عمرت الشوكولا تاعي في لابوش، درت لها غير ثقب صغير وحطيتها هكذا في الباماغي غير باش تحمالي شويه تتفالي وباش نقدر نعمر بها لي سيجار تاعي بهذا الشكل، يعني راهي دايبه شويه انه لو درتوها وهي هكا ما راحش تسيل لكم وما راحش تعمر مليح في لي سيجار تاعك. بهذا الشكل كل ما راح تعاود تجمد راح نعاود نحطها فوق، نعاود نسخنها غير شويه، ما نحاولوا ما نخرجوش كامل الشوكولا على برا. انا نكمل بهذه الطريقه ونرجع لكم ان شاء الله. الان شوفوا كيفاش راح نغلفوا لي سيجار تاوعي. عندي 500 غرام كاوكاو كنت حمصته، ايضا عندي 250 غرام قطايف كنت حمصتها في الفرن وفتتها بهذا الشكل، كمية من العسل ووحدة علبة بيمو كبيرة، ولا تستعملوا اي نوع حلويات. ما راحش ندير كامل هذه الكمية، راح ندير عبر كاوكاو في عبر قطايف في نص عبر جاتو. الان رحيت هذاك الكاوكاو مع الجاتو كما قلت لكم، درت عبر في نص عبر جاتو، والان راح نزيد نعبر عبر واحد من القطايف. الحلوه سون كويسون تجي شابه وبنينه، سورتو كيما فيها القطايف من الداخل راح تجيكم مقرمشه بزاف بزاف. الان نحاول نخلط كامل المكونات مع بعض، الجاتو والقطايف والكاكاو اللي كنت رحيتهم، ونحاول نجمع بالعسل بهذه الطريقة. كما راكم تشوفوا العقدة تاعي مازال ما نجمعت ليش، دوبت ملعقة كبيرة من المارغرين وراح نحاول نجمع بها ونعاود نفوتهم في الغوبو باش نتحصل على عجينة بهذا الشكل. الآن بعد ما تحصلت على عجينة تكون متماسكة واللي سيجار تاوعي راهم كنت حشيتهم كيما شفتوا بالشوكولا، ندي كمية من العقدة ولا العجينة ونحلها بين ورقتين من ورق الطح بشكل رقيق، ما هو رقيق بزاف ما هو غليظ. الان ندي حبه سيجارات وندي القياس
تاعها، نحاول نحي هذاك الزائد. ونبدأ غير بشوية باللاتي أن نجمع ولا نلف هذاك العجينة على السيجار تاوعي، فقط لفة واحدة ونقطع. كل ما تكون العجينة تاعكم من العقدة متماسكة وحليتوها مليح، يعني راح تتسهل عليكم لف العجينة فوق السيجارات، يعني طريقة سهلة. انا نكمل كامل هكا السيجارات تاوعي بهذه الطريقة، وشوفوا كيفاش نزينوهم ان شاء الله. وهذه هي الكمية اللي غلفت بها السيجار تاوعي. الآن راح نزينهم بالشوكولا البيضاء الملونة. غنحط لكم كيفية إذابة وتلوين الشوكولا البيضاء، ديروا أي لون حبيتو، أنا حبيت نديرها فيغ بيستاش. وراح نزين بها السيجار تاوعي بهذا الشكل، واللي حبت تغلفهم بالقطايف ما عليها غير تمسحهم بالعسل تعاود ترمدهم في القطايف يكونوا محمصين، تاني يجي شكلهم شباب، لكن انا حبيت نغير شوية. عندي هنايا عجينة سكر كنت شريتها وجدة، تاني لونتها بملون اخضر فاتح، وراح نغلف ولا نزين بها الحلوة تاعي بعد ما تنشف لي من هذيك الشوكولا. عندي هنا طابع على شكل وردة، طبعت به عجينة السكر تاعي. وعندي هنايا هذا المون تاع تاع الكونجيلاسيون تاع الماء، راح نحط فيه عجينة السكر تاعي تنشف لي وتدي لي الشكل يكون مموج هذا الشكل. زينت الحلوى تاعي بخطوط من الشوكولا السوداء، وقبل ما تنشف لي هذيك الشوكولا السوداء حطيت عليها الوردات تاعي بهذا الشكل، والتزيين يبقى اختياري. وهذه هي حلوى السيجارات تاعي بالقطايف بحشوة القطايف بعد ما حطيتهم في صحن التقديم. يجوا رائعين ومقرمشين وعاطين للعين. كما تحبوا نتوما تلونوا الشوكولا تاعكم، ثاني باللون الوردي يجو بزاف هايلين. اذا عجبتكم لي سيغار بالحشوه القطايف والتزيين بالشوكولا، ما تبخلونيش بجام والاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وهذه الحلوه تقدروها في الاعياد والمناسبات، والى الملتقى ان شاء الله.